سلسلة هارلي دافيدسون بعيون جزائرية. لوغو تي ان تي. قبل كل شيء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي المتابعين، وخاصة متابعي الدراجات النارية. بدون مقدمات كثيرة، عنوان الحلقة اليوم تكسر الرأس. بعد غلاء المعيشة هنا في الجزائر، أردت شراء دراجة، أو قلت سيارة، أردت شراء دراجة نارية بثمن بخس. فبحثت في الفيسبوك ووجدت دراجة تساوي 1,300,000 دينار جزائري، تساوي بالدولار سوف أحسبه. المهم، حينما اشتريت هذه الدراجة وجدت بأنها تمشي وتطرطر وتبخرخر ويخرج منها الزيوت الكثيرة، إلى أن تلقيت بعض الكدمات الخفيفة، ولكن الحمد لله لم أصب بأي ألم كبير. والقصة طويلة عزيزي المشاهد، وباختصار، في ظل هذه الأحداث كنت أفكر وأقول كيف سأحصل على دراجة جديدة بمبلغ زهيد؟ لا تلعب معي هذه الحركات الأكروباتية.